موزيك فام الإذاعة الأولى في تونس. اليوم كان لقاء ولي مع سيد لياس فخفاخ، شخصية مكلفة بتكوين الحكومة من طرف سيادة رئيس الجمهورية، وكانت في الحقيقة فرصة لتبادل الرؤى حول المنهجية قبل كل شيء اللي باش يتوخاها في المرحلة الجاية. وأكدنا خاصة على أنه اليوم التوانسة ينتظروا في حكومة، الوقت طويل علينا، وإحنا أكدنا على التسريع في تشكيل الحكومة ولكن بدون تسرع. وإحنا اليوم أعطانا شنية رؤيته، كيفاش ناوي معناتها هيكل العملية، كيفاش ناوي المنهجية باش ندخلوا بسرعة فيما يخص البرنامج ومشاكل التوانسة. وإحنا في الحقيقة اليوم طلبنا باش يكون فما أكبر حزام سياسي ممكن للحكومة. المشاورات ما لازمناش نطولوها، يلزم اليوم نسرعوا بدون تسرع. وهذا هي اللي كانت اليوم لقاء إيجابي قبل كل شيء، أعطينا رؤيتنا اللي حركة تحية تونس تدعو اليوم إلى تكوين حكومة فيها حزام سياسي أوسع ما يمكن. حركة تحية تونس ديما دعت إلى أن تكون حكومة متاع وحدة وطنية باش تواجه الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية. والحقيقة احنا نروم اللي نراو اللي يلزم الناس الكل تتوحد حول الحكومة وانتظارات التوانسة. احنا نراو اللي ما لازم الاقصاء معناتها لحد حد، لازم اليوم نمدوا يدينا للناس الكل، الاحزاب الكل اللي في ارادتها باش تشارك في المشاورات لازم نشاوروها. واحنا اليوم هذا شنو اكدنا اللي توسيع الحزام السياسي والمشاورات مع كل حزب.